اليوم أيضا ظهر البلجيكي والرجل الفني الأول للمنتخب الأولمبي السعودي بعد الخروج المر. تحدث الإعلام عن العديد من النقاط، هل كان حديثه مقنع أم كان ضبابي مثل عمل الاتحاد السعودي؟ أبرز النقاط في التقرير التالي. Transition from defense to attack. So when they defend and they win the ball, what are they going to do then? على طاولة المؤتمر الصحفي، 11 من الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأولمبي بصحبة طلال آل الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية. حضور إعلامي متوسط بين قنوات وصحف. غاب عبد الله الواكد وحضر صالح أبو نخاع ضمن الطاقم الإداري. يان يطلب من الإعلاميين عدم التفاعل وطرح الأسئلة، بل إنه تجاهل بعض المشاركات الصحفية. ساعة ونصف شرح فني واستياء إعلامي من طريقة المؤتمر والتي تحولت إلى محاضرة فنية. كوستر يتحدث ينفي الشائعات ويؤكد بأنه كان يعرف بأن نتيجة كوريا الشمالية ستخرج الأخضر من البطولة. كوستر يضع أكثر من علامة استفهام حول الشائعات، بل إنه يطالب اللاعبين دوما بالفوز حتى في المباريات الودية. أعلم من خلال المؤتمر الصحفي ما تم صرفه على المنتخب الأولمبي، حيث وصلت المبالغ إلى 11 مليون ما بين معسكرات داخلية وخارجية. كوستر يعلن في نهاية المؤتمر بأنه صاحب القرار الأول والأخير، وأنه هو مدرب الأولمبي.